في مجلسنا مجلس الحياة المكية في الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، نرحب بكم أجمل ترحيب. اليوم نستضيف فريق مختلف وتجربة مختلفة بالكامل. نستضيف فريق كانت له تجربة شرف بأنه مشي على درب الهجرة النبوية الشريفة من جبل ثور إلى مسجد قباء إلى المدينة المنورة. اسمع المهندس رويد، إيش اللي خلاك تنضم للفريق هذا؟ إذا كنت بتروح تصور في البداية لقطتين ثلاثة وبعدين انضميت معاهم؟ يعني مرتب من السنة، خاصة هو له ضاع في الطوافة، فهذه الأمور سلسة لديه في تنظيم الرحلات، وهو مهتم بدرب الأنبياء ودرب والسيرة النبوية، ودعوني للرحلة هذه وما كنت يعني كنت ناوي إني بس أجي كذا أسوي لقطات مع بداية الرحلة، ولقطات أرسلوا لي فيديوهات، وأراد الله رحت وتشوقت معهم وبديت الرحلة، والحمد لله تحقق الهدف. ليش بدأت الرحلة؟ أنا بسأل ليش؟ إيش الحاجة اللي خلتك تقول والله أنا بخليني أطلع معه؟ والله كان في إصرار من إخواني نروح معه، لأنهم سبق إنه رافقتهم في رحلات، وكان تغطياتي العفوية الغير رسمية اللي ما فيها فلسفة، اللي تنقل الواقع بكل عفوية، كان لها أثر، سواء رحلات علا، جيزان، أي رحلة. والحمد لله توفقنا وحققنا الهدف في هذه الرحلة. ويوم جيتهم وشفت متحمسين وكذا، وفجر وكنت طالع الطائف، قلت يا واد بسم الله، ومشيت معاهم وبدينا الرحلة معاهم. في البداية كنا يعني شايلين هم الرحلة، لسه قدامنا 7 أيام 8 أيام، وكنت دوما وحدد الدكتور متى نوصل متى نوصل من باب الدعاء. يعني المهندس رويد، طب اسمع منك ايش الاختراق هنا على التصوير اللي سويته سابقا؟ انا انا لا ابدا منتج، لانه في نص طالب والحلقات، واقعد في المونتاج 3 ساعات احيانا الاثنين، واقوم 5 معاهم 4:30، يعني ما نمت. وتلقاني مع محمد زين السياره متبطل كذا نايم شويه اعوض الله. الرحله بكل مقاييسها روعه، باجواء المتاعب اللي فيها، يعني الزبده اقول لك هي مثلا الاكل اللي طعم فيها، النوم لها طعم لأنك بعد تعب، لأنك توصل تعبان، الأكل توصل بدأتها لك تدور أي حاجة تأكلها، وخاصة الأماكن هذه يعني ما فيها أماكن يعني بقالات أسوار ما فيه، تأكل اللي معاك اللي حملناه معاك تأكل. وصلاتنا فيها كان لها طعم ثاني ومشاعر أخرى، وخصوصا يوم وصلنا تعدينا ثنية ركوبة وحسينا إننا شعرنا انه خلاص المسافه قربت قربت المدينه حتى الوصول لقباء وبستان المستظله. الحمد لله تحقق الهدف، وما يخص التصوير يكفي انه انتشر في الخارج وقنوات اخرى وتحقق الهدف ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. يعني هذا المختلف هذا المختلف انه كان يعني طول العمل، خلينا عيلة كاملة، قلت عنده ولده ما تقدر توصف، ما تتوصف. وطبعا لاحظ اننا مجهدين يعني كنا نصور في العواصف نصور، لكن خلاص ورفنا على التصوير هذا ونقل الوقائع بكل عفو. طيب استاذ محمد سيد، ايش اللي يقول لنا عن الرحله؟ والله احلى ما في الرحله انه رويد جنني من كثرة التصوير، وكان متابع ما شاء الله عليه كل لحظة ما يفوت ولا شيء، يعني عارف وثق كل حاجة.